إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقتين اللي فاتوا قرينا قسم من المبحث الثاني عن ختم النبوة في الكتاب اللي بنقراه مع بعض، وهو كتاب السيرة المطهرة. الحقيقة المبحث ده في غاية الأهمية، لأنه بيشرح وجهة نظر الجماعة الإسلامية الأحمدية وحقيقة فهمها لعبارة خاتم النبيين اللي جت في سورة الأحزاب. وإحنا شرحنا طبعا أن حضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية سيدنا أحمد عليه السلام كان بيؤمن إيمانا يقينيا بأن سيدنا محمد هو بالفعل خاتم النبيين، وقال بشكل واضح وصريح أن جميع النبوات انتهت إلا نبوته صلى الله عليه وسلم، والنعم اللي نالتها الأمم السابقة كلها انتهت إلا النعم اللي أنعم الله تعالى بيها على الأمة الإسلامية، ومن ضمنها نعمة النبوة. ولكن النبوة اللي ممكن تكون في الأمة الإسلامية هي نوع جديد وفريد من النبوة ما كانتش موجودة قبل كده، لأن جميع أنواع النبوة اللي كانت موجودة في الدنيا انتهت ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان بحق خاتم النبيين. والمولويين اللي كانوا في الهند في زمن سيدنا أحمد عليه السلام فسروا تعبير خاتم النبيين بما يعني أنه صلى الله عليه وسلم هو آخر النبيين على الإطلاق، يعني لا يمكن يجي بعد نبي، لا نبي بشريعة ولا نبي من غير شريعة. وفي نفس الوقت كانوا بينقضوا نفسهم لأنهم كانوا بيؤمنوا بمجيء سيدنا عيسى بن مريم على مقام النبوة بعد سيدنا محمد خاتم النبيين. فلما يسألوا عن التناقض ده يقولوا لك إيه؟ لا، ما فيش تناقض، لأن سيدنا عيسى كان نبي من قبل سيدنا محمد، فربنا مش هيختار نبي بعد سيدنا محمد. الله، كأن التعبير خاتم النبيين مش معناه أن سيدنا محمد هو آخر النبيين اللي بعتهم الله في الدنيا، لا، ده خاتم النبيين أصبح معناه أن سيدنا محمد هو آخر النبيين اللي اختارهم الله تعالى. يعني ما فيش مانع أن نبي من أنبياء بني إسرائيل يجي مرة تانية في الدنيا، لكن ممنوع أن ربنا يختار أي نبي بعد سيدنا محمد، حتى ولو كان النبي ده من أتباعه وماشي على نهجه وسنته. طبعا المولويين الهنود دول اللي كانوا في زمن سيدنا أحمد عليه السلام كانوا جهلة، لأنهم بكلامهم ده بيقولوا في الواقع أن كان فيه ضرورة لمجيء نبي للدنيا بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى قرر أنه ما يختارش أي نبي من بعده صلى الله عليه وسلم، ولذلك خلى نبي من أنبياء بني إسرائيل عايش في السماء وعاطل عن العمل لمدة 2000 سنة لغاية لما يبقى ينزله فيما بعد، بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو زي ما بيقول بعض الناس أن الله توفى سيدنا عيسى زي ما بتوفى جميع الأنبياء وجميع البشر، إنما هيرجعه تاني للحياة ويبعته في الدنيا بعد سيدنا رسول الله، لأن الله في زعمهم قرر أنه ما يختارش نبي بعد رسول الله، فاضطر أنه يرجع نبي من بني إسرائيل للحياة لأن هيبقى فيه ضرورة لمجيء نبي في الدنيا. طب لما هيبقى فيه ضرورة لمجيء نبي في الدنيا، ليه ربنا قرر كما يزعمه يعني أنه ما يختارش نبي بعد سيدنا محمد؟ مش ده تصرف يمس حكمة الله تعالى ويحط من شأنه وينقص من علمه بأمور الغيب؟ تعالى الله عما يصفون. وبعدين هل ده هو مدى حبهم واحترامهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يرضى ضميرهم ويطمئن قلبهم ان سيدنا رسول الله يبقى مدفون في التراب بينما يكون سيدنا عيسى عايش في السماء عشان يبقى ينزل في يوم من الايام بعد سيدنا محمد؟ هل يرضى ضميرهم ويطمئن قلبهم ان سيدنا رسول الله
يفضل مدفون في التراب ويحيي الله تعالى نبي من أنبياء بني إسرائيل ويرجعه تاني للحياة ويبعثه بعد سيدنا محمد، لأن سبحانه قرر في زعمهم أنه ما يختارش نبي بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم، هل يستحق اللي يقول كده أن يكون له شرف الانتماء لهذه الأمة اللي هي خير الأمم؟ هل يستحق اللي يقول كده شرف الانتساب إلى أمة سيد الخلق المبعوث رحمة للعالمين؟ للأسف ده كان موقف المولويين الجهلة في زمن سيدنا أحمد عليه السلام. وللأسف كمان إن في ناس لغاية دلوقتي لا يزالوا بيرددوا نفس الكلام ده، وبيعتبروا إن مجيء نبي من خدام سيدنا رسول الله ومن أتباعه ومن أمته يعتبر إهانة ومخالفة لختم النبوة. إنما لما يجي نبي من أنبياء بني إسرائيل، أو لما يرجع الله تعالى نبي إسرائيلي للحياة ويبعثه في أمة خاتم النبيين، فلا يعتبر إهانة ولا مخالفة لختم النبوة. ألا ساء ما يحكمون؟ إيه هو الفضل لسيدنا رسول الله في أنه يكون آخر من يختارهم الله تعالى لمقام النبوة؟ هل الأخير هو الأفضل أم أن الأعظم هو الأفضل؟ وهل يكون سيدنا رسول الله هو الأعظم إذا كان من المستحيل أنه يجي من أمته أي نبي يكون من أتباعه؟ طب نفترض أن في عالم من العلماء بلغ في العلم شأن عظيم وحصل على أعلى الدرجات الجامعية وحصل على أعلى درجات الدكتوراه، وافتتح العالم العظيم ده جامعة لتعليم الطلاب، لكن للأسف ما تقدرش الجامعة دي تدي درجة الدكتوراه لأي حد من الطلاب، وما يقدرش العالم العظيم ده يعلم حد من الطلاب بتوعه بحيث يقدر يحصل على درجة الدكتوراه. يبقى إيه قيمة الجامعة دي؟ وإيه قيمة العالم العظيم ده؟ وهل عدم استطاعة العالم تعليم طلابه لغاية ما يحصلوا على درجة الدكتوراه بيدل على عظمته، ولا بيدل على قلة علمه ومحدودية قدراته؟ أنا أفهم إن المعترضين يعترضوا على مجيء نبي يؤتيه الله شرعا جديدا يغاير أو يخالف الشريعة الإسلامية، أو يعترضوا على مجيء نبي بطريق مستقل بغير ما يكون واحد من المسلمين من أتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يعني يجيبوا من أي أمة تانية، أمة الهندوسية البوذية المسيحية أي أمة تانية، أو يعترضوا على مجيء نبي يكون أعظم أو أفضل ممن بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. ولكن إيه معنى إن هم يعترضوا على مجيء نبي زي سيدنا أحمد عليه السلام اللي لم يأتي بشريعة جديدة من الله بل بيتبع الشريعة الإسلامية ولا بيزود فيها حرف ولا ينقص منها أمر، وهو واحد من المسلمين من أمة سيدنا رسول الله ومن أتباعه وبيعتبر نفسه مجرد خادم من خدامه، وبيقول بكل وضوح وباللغة العربية بيقول إني أحد من الأمة النبوية، ثم مع ذلك سماني الله نبيا تحت فيض النبوة المحمدية وأوحى إلي ما أوحى، فليست نبوتي إلا نبوته، وليس في جبتي إلا أنواره وأشعته، ولولاه لما كنت شيئا يذكر أو يسمى. وبيقول كمان باللغة الأردية ما تعريبه: لقد حزت هذا الشرف بسبب اقتدائي للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، فلو لم أكن من أمته صلى الله عليه وسلم ولو لم أقتدي به لما نلت شرف المكالمة والمخاطبة أبدا، حتى ولو كانت أعمالي مثل سائر جبال الدنيا لما حزت هذا الشرف للمكالمة والمخاطبة إطلاقا، لأن النبوة بكل أنواعها قد انقطعت ما عدا النبوة المحمدية. لا يمكن أن يأتي نبي بشرع جديد، ويمكن أن يأتي نبي بغير شريعة بشرط أن يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فبناء على ذلك أنا نبي ومن أمتي صلى الله عليه وسلم أيضا. فهل النبوة التابعة اللي أعلنها سيدنا أحمد هي اللي تحفظ مقام سيدنا محمد، ولا تفسير الجهلة من المولويين الهنود اللي بيزعموا أنهم بيدافعوا عن ختم النبوة وعن مقام خاتم النبيين؟ هذا النوع الفريد من النبوة اللي قضى الله سبحانه وتعالى ببقائه واستمراره
واشترط لنواله كمال طاعته تبارك وتعالى وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم، هو ده النوع من النبوة اللي بتعظم شأن رسول الله وتقر بختميته وكمال شريعته، فهي نبوة تابعة مش نبوة ناسخة أو مبطلة، وهي نبوة تشهد بعلو شأن المنهل اللي بتنهل عنه وهو سيد الخلق أجمعين. فلولا وجوده لما وجد النوع الفريد ده من النبوة. لذلك لما دلل الله تعالى على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر إن هو الرسول الأوحد اللي شهدت له نبوة سابقة وأيضا هتشهد له نبوة تالية، بينما يذكر الله تعالى نفس الدليل في حق بعض الأنبياء الآخرين من غير ما تصحبه شهادة اللي سبقه أو اللي تلاه من الأنبياء. ففي سورة هود الآية 29 بيقول الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. وفي نفس السورة الآية 64 بيقول الله تعالى على لسان صالح عليه السلام: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. من الواضح هنا إن الاستدلال على صدق النبي بيقوم على أساس إنه على بينة من ربه وأن الله تعالى آتاه رحمة من عنده. وأما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللي اصطفاه الله تعالى واللي لم يأته رحمة من عنده فحسب، بل جعله رحمة للعالمين، فدلل على صدقه في نفس السورة بأنه كان برضو على بينة من ربه. شأنه في ذلك شأن جميع الأنبياء اللي بيصطفيهم الله تعالى، إلا أنه ميزه وفضله على غيره من الأنبياء بأنه جعل من دلائل صدقه أن يتلوه شاهد من عند الله تعالى يشهد على صدقه، كما شهد على صدقه أيضا موسى عليه السلام في كتابه التوراة. فقال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. يعني إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. شاهد منه هنا هو ممكن تبقى من أتباعه إذا اعتبرنا إن الضمير في كلمة منه تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بعده شاهد من الله تعالى إذا اعتبرنا إن الضمير في كلمة منه يعود إلى ربه. وكلمة يتلوه في الآية دي مش معناها يقرأه زي ما قال بعض المفسرين، ولكنها من تلا يتلو، زي ما بنقول جاء فلان يتلوه فلان، يعني إنه جاء بعده. وزي ما في قوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها يعني إيه؟ يعني إذا جه بعدها. وفي الآية اللي احنا بنتكلم عنها في سورة هود بيدلل الله تعالى ويقدم البرهان على صدق رسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم بأنه على بينة من ربه، لكن علشان ما حدش يظن أنه بيتساوى في هذا مع غيره من الأنبياء اللي جه ذكرهم في نفس السورة وذكر الله عنهم أنهم كانوا برضو على بينة من ربهم، أراد سبحانه أن يبرز مكانة رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فأكد على أنه هو لوحده اللي يتميز عن غيره بأنه يتلوه شاهد من الله تعالى يشهد على رفعة مقامه وعظمة شأنه، زي ما سبق وشهد بذلك أيضا موسى عليه السلام في كتابه اللي أشار فيه إلى مجيء ذلك النبي الأعظم ذو الجاه والسلطان اللي لا نهاية لملكه ولا ناسخ لشريعته ولا مبطل لدينه. ولكن طب مش ده شيء طبيعي إن النبي اللي يتلو نبي سبقه في أي أمة لازم يشهد على صدق النبي اللي جه قبله؟ ووقع الأمر في أمة بني إسرائيل بيأكد لنا إنه إذا جه نبي ما شهدش على صدق النبي اللي سبقه فما فيش حد من أتباع النبي السابق هيؤمن بالنبي الجديد، بل إن عدم شهادته دي هتبقى دليل على كذبه، لأنه بيسلب النبوة عن نبي سبقه آمن به الناس. ولذلك تبقى إيه أهمية إن الله تعالى يذكر شهادة الشاهد اللي حياتله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
والجواب هو إن أهمية الشاهد ترجع إلى كونه يتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. يعني إن مجيء الشاهد ده بعد سيدنا محمد دليل على عظمة سيدنا رسول الله. فبعد انتهاء جميع النبوات السابقة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن إن الشاهد ده يجي ويتلو رسول الله إلا من خلال النبوة التابعة اللي لم يمنحها الله تعالى لأي نبي غير سيدنا رسول الله، ولا يمنحها الله تعالى لأي إنسان مهما على قدره ومهما صلح عمله إلا إذا كان من أتباع سيدنا رسول الله. فمجيء الشاهد ده بيحقق عمليا مدى عظمة مقام رسول الله ومدى تفرده هو لوحده من دون الأنبياء جميعا بهذه النبوة التابعة له اللي بتشهد له وتقر بعظمة مقامه. فكل إمامة سابقة انتهت لأنها كانت تختص بالزمن الماضي فقط، أما إمامة سيدنا رسول الله فهي الإمامة الباقية المستمرة إلى يوم القيامة. وإمامة الشاهد اللي حياته سيدنا رسول الله هي إمامة تابعة له تنهج منهجه وتستظل بظله، فهي ليست إلا قبسا من أنواره وفضلا من أفضاله، وعشان كده فهي بتشهد له وتقر بطاعته وتأتمر بأمره وتستن بسنته. اللهم فصلي وسلم وبارك عليه وعلى من اهتدى بهديه وشهد بفضله إلى يوم الدين. طيب احنا ذكرنا عدة آيات كلها بتدل على استمرار النوع الفريد ده من النبوة التابعة في الأمة الإسلامية، ونشرت الجماعة الإسلامية الأحمدية الكثير من الكتب بلغات متعددة لمعالجة الموضوع ده وبتفصيل تام وإيضاح كامل. وأي واحد من حضرات المشاهدين عايز يستزيد يقدر يرجع للكتب والنشرات دي. فالموضوع طويل وخطير، ولا يمكن أننا نحيط بكل جوانبه في البحث المختصر ده، لكن حيث أننا بدأنا الكلام عن الموضوع ده فلا بد أننا نذكر بعض الآيات اللي بتدل بدلالة قطعة على خطأ الفكرة اللي انتشرت بين عامة المسلمين، وهي أن النبوة بجميع صورها وأشكالها قد انتهت. ولا ضير من تكرار الكلام هنا مرة تانية، ونقول أننا بنقر وبنعترف بانتهاء النبوة التشريعية، لأن التشريع اكتمل بنزول القرآن الكريم حسب قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت من الكمال، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعلى ذلك فلا يمكن يجي رسول بدين جديد أو بتشريع يختلف عن تشريع القرآن أو يوصل لمقام النبوة من غير ما يتبع الإسلام، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك فالجماعة الإسلامية الأحمدية بتتفق مع كافة المسلمين من جميع الطوائف الأخرى على أن نبوة التشريع قد انتهت، ولا نبوة تشريعية ولا وحي تشريعي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينحصر الخلاف بين الجماعة الإسلامية الأحمدية وبين غيرها من بعض الطوائف الإسلامية حول إمكانية مجيء رسول من عند الله تابع للشريعة الإسلامية وخاضع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ممكن نقسم الطوائف الإسلامية التانية لاسمين. الأغلبية العظمى منهم بتقول بمجيء رسول من عند الله، بس بيصروا على أنه يكون رسول إسرائيلي من أمة بني إسرائيل، هو عيسى بن مريم اللي حيجي في آخر الزمان تابع للشريعة الإسلامية وحيعمل بيها وحيدعو إليه. والأقلية منهم بتقول بعدم مجيء حد على الإطلاق، فلا مهدي منتظر ولا مسيح موعود ولا نبي مشرع أو غير مشرع إلى يوم القيامة. والجماعة الإسلامية الأحمدية بتنتهج منهج وسط بين الرأيين دول، فهي ترى أن النبوءات اللي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإمام المهدي وعن نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان بتختص بشخص واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يشابه عيسى بن مريم في الفضل فيطلق عليه اسمه. والأسلوب ده يعني إطلاق اسم شخص معين على شخص آخر يشابهه أسلوب عربي استعملته العرب وأقره علماء المسلمين، واستعمله القرآن الكريم لما أطلق اسم الملك
على سيدنا يوسف عليه السلام، ولما ذكر اسم أخت هارون عن السيدة مريم، ولما أطلق لفظ الجنة اللي معناه حديقة أو جنينة على دار البقاء في الحياة الآخرة، واستعمله كمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن زوجاته أنهن صواحب يوسف. ولما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن المهدي المنتظر وعن المسيح الموعود، وذكر أنهم شخص واحد زي ما جه في حديث ابن ماجة لا مهدي إلا عيسى، وزي ما جه في مسند أحمد بن حنبل عن عيسى بن مريم أنه حيأتي إماما مهديا، وبكده يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى أمانة التبليغ إلى قومه تحقيقا للميثاق اللي أخذ الله من جميع الأنبياء ووضحه سبحانه وتعالى في سورة آل عمران لما قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويتبين من الآيتين الكريمتين دول إن الله تعالى أخذ من النبيين جميع النبيين ميثاق اسمه ميثاق النبيين. ولابد أننا نذكر هنا أنه لما يأخذ الله ميثاق من النبيين بيلزم به أتباعهم أيضا، وعشان كده بيحذر الله تعالى الأتباع دول إن هم إن لم يلتزموا بالميثاق ده هيكونوا من الفاسقين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن طبائع الأمور ومنطقها إن الأنبياء لا يتولون عن الوفاء بميثاقهم مع الله ولا يخلفون عهودهم معاه، فلا يمكن إن الفاسقين دول يكونوا منهم، لكن أمم الأنبياء هم اللي يحتمل إنهم يتولوا عن الالتزام بميثاق النبيين. فحذرهم الله تعالى إن اللي يتولى منهم عن الميثاق هيبقى هم الفاسقين. ونرجع بقى للميثاق عشان نفهم شروطه والتزاماته. ففي الميثاق ده ميثاق النبيين بيقول تعالى إنه إذا أنزل على الأنبياء وعلى أممهم الكتاب والحكمة، وبعدين جالهم رسول من عند الله تعالى مصدق لما معهم، يبقى من واجبهم اللي بيلزمهم به الله تعالى هو إنهم يؤمنوا بالرسول ده إيمان أكيد وينصروه نصر عزيز، وإن اللي يتولى عن الالتزام ده هيبقى من الفاسقين. وتحقيقا لهذا الميثاق كان كل نبي بيبلغ قومه عن الرسول المقدر في علم الله تعالى إنه هيجي لقومه، وكان بيبلغهم على وجه الخصوص عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هيبعته الله تعالى لكل الأقوام. وحيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو صاحب الشريعة اللي نسخت كل شريعة أخرى، وهو صاحب الدين اللي لا يقبل الله دينا سواه، لذلك فكل نبي قال لقومه عن صفات وعلامات ذلك النبي الأعظم، علشان لما يجي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر أتباع كل الأنبياء السابقين أنهم يتعرفوا عليه ويتبعوه ويدخلوا في طاعته. ولما كانت جميع أنواع النبوات السابقة قد انتهت بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فضلش منها غير النوع الفريد من النبوة غير التشريعية وغير المستقلة اللي هي النبوة التابعة لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قدر الله تعالى أنه ياخذ هذا الميثاق ميثاق النبيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان يلتزم به أتباعه لما يجي المبعوث المنتظر في آخر الزمان. ولهذا فقد أدى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمانة وبلغ الرسالة وأخبر قومه عن المسيح الموعود والإمام المهدي المنتظر، وأمرهم أن من يلقى منهم ذلك الإمام فليقرئه منه السلام، وحثهم على أنهم يأتوه ويبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. وده طبعا تحقيقا لميثاق النبيين اللي بيلزمهم أنهم يؤمنوا به وينصروه. واللي عندهم إلمام باللغة العربية
يعرفوا أسلوب التأكيد اللي استعمله الله تعالى بخصوص هذا الميثاق في قوله لا تؤمنن به ولا تنصرنه، ويعرفوا إنه قمة أسلوب التأكيد، لأن الله تعالى استعمل لام التأكيد ونون التأكيد في كل فعل من فعلين الإيمان والنصر، لا تؤمنن به ولا تنصرنه، وده للدلالة على أهمية الإيمان بالمبعوث المنتظر وضرورة نصرته، وإن أي تقصير في الإيمان والنصر يعتبر تول وانصراف عن الالتزام بميثاق النبيين ويؤدي إلى الفسوق. ويزعم بعض المفسرين إن الميثاق ده اللي هو ميثاق النبيين أخذ الله تعالى من جميع الأنبياء السابقين فقط، وإن غرض الميثاق ده هو الإيمان برسول الله لما يجي، وعلى ذلك يبقى الميثاق ده في رأيهم لم يؤخذ من رسول الله، لأنه حسب زعمهم مش هيجي بعده نبي ولا رسول، وبالتالي ما فيش ما يدعو بقى لأخذ الميثاق ده منه أو من أتباعه. لكن كتاب الله الحكيم بيكذب الزعم ده وبينقضه، وبيأكد على إن الله تعالى أخذ من النبيين ميثاقهم، وبعدين يذكر للتأكيد أسماء الأنبياء من أولي العزم اللي أخذ الله منهم الميثاق ده على وجه الخصوص. فبيقول إيه؟ يقول تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ولفظ منك بيشير بدلالة قاطعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تأكيدا على أن الميثاق ده أخذ الله تعالى أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى أتباعه ملتزمين به. ولما يتضح الحق نلاقي أن أصحاب النفوس السوية يسارعوا إلى قبوله والالتزام به، وأما اللي في قلوبهم مرض فهم اللي بيحاولوا يهربوا من الحق وينكروه. ولذلك فإن بعض الناس بيزعم إن ميثاق النبيين اللي ذكر الله تعالى في سورة آل عمران بيختلف عن الميثاق اللي أخذوا من النبيين وذكروا في سورة الأحزاب. وللرد على المعترضين دول نقول إيه؟ إن مادة كلمة ميثاق وردت 25 مرة في الكتاب العزيز، ومادة كلمة النبيين وردت 16 مرة، لكن كلمة ميثاق وكلمة نبيين ما حصلش ان هم جم مع بعض في الكتاب العزيز كله غير مرتين اتنين فقط، مرة في سورة آل عمران ومرة في سورة الأحزاب. وده معناه ان الله تعالى لم يتحدث بتاتا عن ميثاق للنبيين، ولم يذكر شيء بالمرة عن أي ميثاق للنبيين في كل آيات وسور القرآن الكريم غير في الموضعين الاثنين دول. فاللي يزعم أن ميثاق النبيين مذكور في سورة آل عمران بيختلف عن ميثاق النبيين مذكور في الأحزاب يبقى بيقع عليه عبء إثبات الاختلاف ده. فإن لم يفعل، وطبعا مش هيقدر حد أنه يثبت ذلك، فليتق الله ربه، ولازم يبقى على حذر حتى لا يعده الله تعالى من الفاسقين. وإلى أن نلتقي مرة أخرى، لكم مني أفضل التحيات والأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.